كرا هذه شي خمس شهور هيدا خمس شهور باش كرا معايا انا. لا 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 هو المرا ديالو كتطلع تصب في السطاع ديالو الحريه ديالو ما كاين حتى شي حاجه ما نسمت عليه حتى شي حاجه انا يعني في الدار ولا شي حاجه. لو كنت نسمت عليه ما خليش عندي انا مره نهائيا. انا عندي التعريف ديالو في الدار زعما التعريف ديالو عندي هنايا زعما ومراته محصرمه وحصار من راسو كيمشيو يدخلوا ويجيو مراتو كيمشيو ما عرفها كيمشيو. جاب واحد مره واحد جوج ديال الناس ثلاثه ديال الناس جا معاه وطقطقت عليه وطلعته للسطح قلت له الناس شكون لما هادم قال لي هادم كيسكنوا بعادين وما عندهم في لا خروق. السبت كان قلت له نسينا دابا كتجري على مراتك تمشي عند يماها وتجيب اخر معاك براني ما كتعرفو ما كتلاخرو شي ماشي معقول. ثلاثه جاو قلت له شي ما كون عندي وليداتي هنايا وعندي الناس انا معايا هنايا دار محترمه ما تكونش دار ديالك بعدك دخلها ولا ماشي سوقي بك انا. اخر مره ديك الساعه خرجوا ومشاو في عالم. اخر مره قلت له يجي معك شي واحد هنايا ولا شي حاجه لا ما كاين كميمه والو كيقرا قران في الدار كيسمعوا يصلي انا صافي ما عمري ما استمتع عليه شي حاجه. قلت له انا قلت له قلت له دابا يشوفوا هاد الناس داخلين هنايا ما الزنقه وداك الشيء وهاد الناس داخلين عندك غدا غدا يوقع لك مشكل يجوني ليك ولا قلت له واش حضرت من الامور عايده والله الا قلت له سينا الناس دار عندك بالعين هنايا ضر الناس ماشي معقول. قلت له اخر مره تما ما جابش شي حاجه خمس شهور باش تسكن معايا انا هذيك نعم يقول كازا الى شي شهر ونص باش حضرت من هاد المسائل بحال هذايا انا. مراته دائما هي خدامه مراته خدامه كتخدم كتمشي تخدم تخدم وكتجي مراته ساكنه انا في الزويتينه قريبه كيمشيو عند يماها انا في الزويتينه. ما كنتش انا دابا عاد جيت انت كتشوفها ما كنتش انا عيطوا لي ودرت مع المقدم قال لي المقدم الا وقفنا عليك انا غنعيطوا لك لا ما تجي دابا في الساعه هذه ما جيتش دابا عاد جيت باقي ما اتصل بيا حتى شي واحد انا ما الا اتصل بيا شي واحد انا موجود. نشكر الشرطة على هذا الشيء هذا ولا ما كانتش الشرطة الله يحفظك يوقع كما كانش يجي الأمين راه بنادم راه ياكلك وما إلى آخره. الله ينصر الشرطة والله ينصر سيدنا والله ينصر جميع اللي كيحارب هذا عد آدم هذا كيأذيو الدين وكيأذيو الناس وكيأذيو الآخر. خور ما عنده شيء أنت كتشوفها مع الناس وراه يخطط لدرجة أنه يخطط. نسينا ولادك أنت ما عندك فين تسكن ولادك مع الناس ونسينا كتخطط شي حاجة اللي ماشي هي هذيك. حرام هذا الشيء في الدين ديالنا حنايا. حرام هادي شي الدنيا ماشي الجامع حصروك على الجامع حصروك على شي حاجه قالوا لك ما تصليش قالوا لك ما تلاخرش الحريه ديالك ونسينا راه انت ما ترى هادو عباد الله الناس هادو كيخصهم يترباو خصهم الله ينصر الشرطه والله ينصر الحق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.